عندنا في حي المصيف قبل اكثر من 30 سنه. ايوه عبد الله قبل 35 سنه من زمان كان ابوي الله يغفر له ويرحمه كان مؤذن مسجد عبد العزيز بن فهد في حي المصيف. ففيه يجي تقريبا يجي ما ادري 13 15 16 ما ادري والله كلهم معزه. رايجي كلهم معزه. الله يبيض وجهك ويكرمك. المهم تمشي في الحال. هملة على قولهم. وشلون ولا طبعا الجيران ما في احد عنده غنم. والله يجي ابوي ويسوقها ويدخلها البيت. ويسك عليها في الشبك ويجي دكتور عندنا لغة عربية جزاه الله خير. وتعرف يعني احنا ما نعرف العبارات هذه او شيبان او الناس الكبار كبار في السن الشباب الكبار. كتب برا على المسجد يوجد لدى المؤذن اغنام ضاله. ضاله اسال الله العافيه. قال ابوي ما لقيت غير ذا الحسين تحط ضايعه كل شيء. هي ضايعه ضاله. قال هذا ما هو عندنا في البلده. الزبده انها جلست عندنا ايام نعلفها ولا طولت. جاء بعد فتره طويله لو قلت ضايعه ممكن يجي راعيها بدري. المهم جلسنا فتره ولا طولت عندنا والله ما اذكر كم لكن جاء واحد حارثي من سكان اقصى حي ورا حي المصير ورا الدائري حي الوادي وكذا قديم. المهم يجي يدور وسال سمع هذا يجي عند ابوي والله يبيض وجهك هل لديك غنم ضاله؟ قال العلم بس وشلون ضاعت منك؟ شلون جت؟ قال والله ما ادري شلون فقدناها. راحت ورا بعضها ودجت. المهم الدعوه قال ابوي خذها ويحلف على ابوي ان يربط واحد منها. قال ما والله تربط واحد خذها كلها. هو يوم حلف قال والله ما يقعد واحد خذها كلها بس. قال انت كم لها عندك؟ قال اقول والله ما يقعد واحد والله هي ياخذ. المهم الدعوه انها على قولهم ضايعه وقعدت عندنا فتره يعني صرحنا منها وبعنا ما حد اندرى عنها. أقول ما ذبحتوا تيسين منها والله كلها معزة عرضية.